بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد ندى، والنهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض الترم الثاني، وهنبدأ نشرح مع بعض منهج الساينس لطلبة جريد 4 او طلبة سنة رابعة ابتدائي. هنبدأ مع بعض يا شباب الترم الثاني ان شاء الله بثيم 3 اللي هو المحور الثالث في المنهج بتاعنا، وبيتكلم عن protecting our planet، يعني حماية كوكبنا. طبعا كلنا عارفين احنا عايشين على كوكب ايه. ها، برافو عليكم، the earth، صح، كوكب الارض. عايزين بقى نتعلم ازاي نحافظ على الكوكب اللي احنا عايشين عليه. هناخد مع بعض في الثيم دوت اللي هو ثيم 3، هناخد يونت 3 اللي هي بتتكلم عن energy and fuel، يعني الطاقة والوقود. وطبعا كالعادة يا شباب زي بداية كل حلقة احب افكركم بحاجتين مهمين. اولا نجهز ورقة وقلم ونخليهم موجودين جنبنا، سواء كانت اجندة صغيرة او كراسة او سكتش، علشان لو حبينا نسجل اي نوتس مهمة نقدر نسجلها. كمان لازم ناخد بالنا من الديسكريبشن او نبص على وصف الفيديو اللي موجود اسفل الفيديو، لان هتلاقوا فيه كل اللينكات المهمة، وهتلاقوا كمان فيه لينك جروب الفيسبوك بتاعنا تقدروا تنضموا لينا علشان تكونوا دايما على تواصل معنا. ودلوقتي هديكم فاصل صغير جدا، نروح نجيب ورقة وقلم ونرجع نبدأ حلقة النهاردة مع بعض، ونشوف السيليبس او الكريكلم، المنهج بتاعنا بتاع الساينس بتاع جريد 4 الترم الثاني بيتكلم عن ايه. ورجعنا لكم من الفاصل يا شباب علشان نشرح مع بعض ثيم 3 يونت 3 اللي هي بتتكلم عن energy and fuel اللي هي الطاقة والوقود. احنا هنبتدي مع بعض نشوف السيليبس او الكريكلم بتاعنا، المنهج بتاعنا بيتكون من ايه وهندرسه ازاي وهنمشي بقية الترم مع بعض ازاي. تعالوا كده نشوف اول concept معانا في المنهج بتاعنا اللي هو concept 3.1 اللي هو المفهوم الاول من الوحدة الثالثة. بيتكلم عن devices and energy، يعني الأجهزة والطاقة. طبعا هناخد الأجهزة اللي موجودة حوالينا سواء في البيت أو في الشغل أو بنشوفها حتى في الشارع أو في المحلات، ونشوف إزاي الانرجي بيحصلها transformation أو بتتحول داخل الأجهزة من فورم إلى فورم أخرى أو من شكل إلى شكل آخر. أما بالنسبة لconcept 3.2 اللي هو المفهوم الثاني في الوحدة الثالثة، فده بيتكلم عن ايه؟ قال لي about fuel، بيتكلم عن الوقود، الوقود بشكل عام، انواع الوقود اللي احنا بنستخدمه، وازاي برضو بيحصل change in energy او بيحصل تغير او تحول في الطاقة. اما concept 3.3 فهيتكلم على renewable energy resources اللي هي مصادر الطاقة المتجددة، مصادر الطاقة المتجددة. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف كل concept هيكون فيه كام lesson او كام درس هندرسهم على مدار الترم الثاني بتاعنا. concept 3.1 فيه 5 lessons، خمس دروس. تمام؟ يبقى معنا خمس دروس في المفهوم الاول، وكلهم سهلين وبساط جدا ومعتمدين على الجزء بتاع الانرجي اللي احنا درسناه في الترم الاول، واللي درسناه في بداية الترم الثاني الجزء اللي كان مترحل او الكام درس اللي كانوا مترحلين من الترم الاول للترم الثاني. تمام كده؟ بعد كده concept 3.2 في 6 lessons او 6 دروس ان شاء الله هناخدهم مع بعض، برضو ان شاء الله يكونوا سهلين وبساط، ما تقلقوش خالص، بس عايزكم تكونوا مركزين معايا اول باول، وطبعا اللي ناخده نذاكره او الحلقه اللي نحضرها نذاكرها ونحل عليها اسئله كتير، او نحل الاسئله اللي موجوده معانا في الكتاب الخارجي، علشان يبقى كل نقطه بنشرحها او كل حلقه بنشرحها انت بتطبق عليها اول باول. تمام كده؟ اما concept 3.3 فده هيكون برضو فيه 6 lessons، 6 دروس، وان شاء الله برضو يكونوا سهلين ما فيهمش اي حاجة. اهم حاجة نذاكر اول باول ونطبق ونحل كتير، الحل الكتير هو اللي هيثبت المعلومات في دماغنا. وطبعا مش محتاج افكركم ان احنا لازم نحفظ كل الكلمات اللي بتجيلنا في lessons بتاعتنا بالانجليش وبالعربي، وكمان نتعلم ننطق الكلمات صح، علشان حاجتين مهمين جدا، لما تعرف الكلمة بالانجلش ومعناها بالعربي وتعرف تنطقها، كمان انت هتعرف تقرأ السؤال وتترجمه وتفهم مطلوب منك ايه، ولو انت بتفكر في اجابة او لو انت بتفكري في اجابة تعرفي تكتبي الاجابة اللي في دماغك او الاجابة اللي في مخك من حفظ الكلمات الكتير اللي موجودة في الدروس بتاعتنا. تمام كده يا شباب؟
اتفقنا هنعمل ايه؟ ان شاء الله كل حلقة هنزلها لكم هيكون ليسون، هيكون درس واحد، فياريت نذاكر مع بعض من بداية الترم كده بشكل سريع وقوي، لان الترم التاني انتوا عارفين بيكون قصير جدا، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق واتمنى تجيبوا اعلى الدرجات باذن الله في مادة الساينس. ودلوقتي يا شباب هنروح لانترودكشن او لمقدمة بسيطة كده عن يونت 3، ونشوف الوحدة التالتة ديت هتتكلم عن ايه، وايه اهم النقط اللي احنا هنركز عليها في يونت 3. وفي الجزء بتاع الانترودكشن ده يا شباب او المقدمة ديت احنا مش محتاجين نحفظ المعلومات اللي فيها، احنا بس هنتعرف مع بعض على الاجزاء اللي احنا هندرسها في يونت 3. بيقولي دلوقتي what I already know، ماذا اعرف فعلا، انا اعرف ايه عن الانرجي والفول، يعني اعرف ايه عن الطاقة والوقود. قال لي during the first term of this year you have learned the meaning of energy and its relationship with work and movement. يعني ايه؟ يعني انت في بداية الترم ده او في بداية السنة ديت اتعلمت معنى الانرجي، يعني ايه طاقة، وكمان عرفت العلاقة ما بينها وما بين الورك اللي هو الشغل وما بين الموفمنت اللي هي الحركة. طيب in this unit في الوحدة دي بقى هندرس ايه؟ قال لي we are going to learn more about energy and fuel، احنا هنتعلم اكتر عن الطاقة والوقود. قلت له طيب جميل، تعال نكمل مع بعض كده دردشة ونشوف هنتكلم عن ايه. بيقول لي هنا يا شباب there are many forms of fuel that man uses in his daily life such as، يعني ايه الكلام ده؟ يعني يوجد العديد من اشكال الوقود اللي الانسان بيستخدمه في حياته اليومية. ايه الوقود اللي ممكن نستخدمه في حياتنا اليومية يا شباب؟ قال لي وود. ازاي يا مستر؟ قال لي لما نعمل burning للوود او نحرق الخشب هيدينا thermal energy، طاقة حرارية نقدر نطبخ بيها، نسخن بيها مية، نتدفى عليها، صح كده؟ كمان الكول الفحم برضو لما يحصل له burning هيديني نفس الانرجي اللي باخدها من الوود او من الخشب. عندنا كمان الجازولين اللي هو البنزين اللي بنحطه في العربيات علشان تتحرك. كمان الناتشرال جاز او الغاز الطبيعي اللي بنستخدمه في البيوت او في المنازل علشان نطبخ بيه او نعمل بيه اي حاجة من الحاجات اللي احنا محتاجينها. قلت له طيب انا كده عرفت ان في many forms of fuel، اشكال كتيرة من الوقود. طبعا كل شكل من الاشكال ديت بيبقى ليه حاجة اسمها input energy، الطاقة اللي دخلت في تكوينه، وليه output energy، الطاقة اللي خارجة منه. علشان يحصل change للenergy، عشان الطاقة تتبدل من شكل لشكل، بيبقى فيه input energy طاقة داخلة، وفي output energy طاقة خارجة. اتفقنا كده؟ طيب تعال نكمل مع بعض. بيقولي كمان man uses the energy produced from burning fuel in many purposes such as، يعني الانسان بيستخدم الطاقة الناتجة من احتراق الوقود في العديد من الاغراض. زي ايه؟ قال لي cooking الطهي، warming التدفئة، moving cars تحريك العربيات. كل الانشطة ديت احنا بنستخدمها ومعتمدين على ايه؟ burning of fuel، حرق الوقود، ان لما الوقود يتحرق هيساعدني اعمل كل الايه؟ الاكتيفيتيز دي او كل الانشطة دي. طيب في ايه تاني يا مستر ممكن نتكلم عليه؟ بيقول لي also man uses the energy produced from burning fuel in generating electricity that is used in، يعني برضو الانسان بيستخدم الطاقة الناتجة من احتراق الوقود في توليد الكهرباء. تمام؟ اللي بتستخدم في ايه بقى الكهرباء؟ اللي بتستخدم في ايه؟ ها؟ lightning lamps، اضاءة اللمبات او المصابيح، operating devices، وتشغيل الاجهزة. اتفقنا كده؟ طيب يا مستر in this unit we are going to study، يعني ايه؟ في اليونت دي بقى احنا هندرس ايه او هنركز على ايه؟ قال لي اول حاجة هتركز عليها forms and types of fuel، اشكال وانواع الوقود. تاني حاجة هنركز عليها اللي هي renewable and non-renewable resources of energy، يعني مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة. كمان هنركز على the impact of using some energy resources on the environment، يعني تأثير استخدام بعض أنواع مصادر الطاقة على البيئة، يعني إزاي هتأثر على البيئة، مصادر الطاقة دي لما نستخدمها هتأثر على البيئة إزاي. كمان هنركز على حاجة مهمة، How can electric energy be generated in electric power stations؟ يعني إيه مستر؟ يعني كيف يمكن توليد الطاقة الكهربائية في محطات القوة الكهربية أو محطات الطاقة الكهربائية. تمام كده؟ طيب محتاجين نركز على ايه تاني يا مستر؟
The importance of using renewable resources of energy instead of non-renewable ones. يعني إيه؟ أهمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كلمة instead of يعني بدلا من مصادر الطاقة الغير متجددة. تمام؟ طب إيه مصادر الطاقة الغير متجددة؟ الناتشرال جاز، الجازولين، الكول اللي هو الغاز الطبيعي، والبنزين والفحم، ديت مصادر طاقة غير متجددة، يعني لما تخلص مش هنلاقيها تاني. احنا بقى عايزين نستخدم renewable resources of energy، مصادر طاقة متجددة بدل الغير متجددة. تمام كده؟ محتاجين ايه تاني؟ قال لي different uses of solar energy as a renewable resource of energy، يعني الاستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة. كمان محتاجين نركز على using wind and water to generate electricity، استخدام الرياح والمية في توليد الكهرباء. ينفع؟ ينفع نستخدم طاقة الرياح وطاقة اللي بنستخرجها من شلالات المياه او من السدود المائية علشان نولد بيها كهرباء. تمام كده؟ كمان محتاجين نركز على حاجة مهمة، how can we conserve energy، ازاي نحافظ على الطاقة، ازاي نحافظ على الطاقة عشان تفضل موجودة معانا اطول فترة ممكنة. دي كده كل النقط المهمة اللي احنا هنركز عليها في يونت 3. تمام كده يا شباب؟ والحد هنا هتكون حلقة النهاردة خلصت. استنونا ان شاء الله في الحلقات الجاية، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.